أعلنت المحكمة الدستورية تحديد الاثنين المقبل الموافق 21 من يناير الجاري لنظر طلب إشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 19 من ديسمبر الماضي بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقالت المحكمة أن هذا الإشكال المرفوع من الدكتور وليد الطبطبائي تم قيده برقم 1 لسنة 2019. وكانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بقانون رقم 12 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.